السلام عليكم. إسرائيل بدأت بالتحرك نحو حرب مدمرة ضد الفصائل الإيرانية وبشكل خاص ضد حزب الله اللبناني، وذلك بسبب الهجمات المتصاعدة لهذا الحزب على إسرائيل. وفي الساعات الأولى من صباح هذا اليوم حزب الله نفذ عملية استفزت إسرائيل كثيرا، عملية نوعية تحدثت عنها العديد من المصادر والوكالات المهمة مثل وكالة رويترز والتايمز أوف إسرائيل. وهذه العملية أدت إلى حرائق كبيرة في الشمال الإسرائيلي، طالت العديد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المهمة والحساسة للغاية، والمنظر لم يكن سهلا أبدا على الإسرائيليين بسبب كل ما جرى من هذه العملية الذي قام به حزب الله اللبناني بسبب العديد أيضا من العمليات التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني باتجاه سوريا على حزب الله المتواجد في سوريا، وكذلك باتجاه قيادات الميدانية لحزب الله، البنى التحتية وغيرها. حزب الله هنا قام بتنفيذ عملية بالعديد من الأسلحة، منها من الصواريخ الجراد وكذلك الصواريخ المضادة للدبابات، وأيضا بالطائرات المسيرة. نتحدث عن 10 هجمات باتجاه 15 موقعا في 9 مناطق، وهذه الضربات طالت وتركزت على مرتفعات الجولان، على الجليل الأعلى وكذلك على الجليل الغربي أيضا، وهي مستمرة بهذه الاتجاهات حتى أن صباح هذا اليوم قاموا بتنفيذ هجوم هنا باتجاه صفد. بالنسبة لحزب الله اللبناني تركزت هجماته على الجليل الأعلى بالدرجة الأساس، وهذه هي الهجمات التي تسببت في نهاية المطاف بالحرائق. العملية كانت نوعية بالنسبة لحزب الله لأنه اختار توقيتا مثيرا للغاية، توقيت فيه الأنواء الجوية أو الأوضاع الجوية صعبة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، حيث أن الرياح عالية وتأتي باتجاه المستوطنات الإسرائيلية تحديدا في الجليل الأعلى. وإذا ما لاحظنا هنا على سبيل المثال الويند فايندر، ستلاحظ بأن الرياح فعلا من خلال التسجيل الخاص باليوم ستلاحظ بأن الرياح تتجه باتجاه كريات شمونة وكذلك الجليل الأعلى. واضح جدا أن هذه المستوطنات تأتي باتجاهها الرياح، وهي رياح عالية، ولا بد أن نقترب أيضا من هذه المستوطنة التي تعرضت لهذه الحرائق. تلاحظ كيف أن الرياح تأتي باتجاهها، وعلى هذا الأساس إسرائيل قامت بمهاجمة الجليل الأعلى بالعديد من الصواريخ كما نلاحظ، وتركزت الهجمات على كريات شمونة التي نتحدث عنها. وهنا جاءت الكارثة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ودعونا نأخذ صورة واضحة لنفهم بالضبط كيف نفذ حزب الله اللبناني هذه العملية. حزب الله ببساطة أطلق الصواريخ كما تحدثنا، من صواريخ الجراد والصواريخ المضادة للدبابات، العديد من الصواريخ على البلدات الموجودة في الجليل الأعلى، طبعا بطبيعة الحال القبة الحديدية والمنظومات الدفاعية الإسرائيلية انشغلت في عملية التصدي لهذه الصواريخ، لأن حزب الله يحاول استهداف العديد من النقاط، وبالتالي الجنود الإسرائيليين أيضا اتجهوا إلى مخابئهم جراء هذه الصواريخ وهذه الضربات. ولكن الهدف الأساسي لحزب الله هو ضرب هذه الأحراش التي نراها هنا، وذلك لكي يستفيد من الرياح ومن الأوضاع الجوية في المنطقة بشكل عام لتشتعل النيران بشكل أكبر ولتتجه في نهاية المطاف إلى هذه البلدات والبلدة والمستوطنة المهمة بالنسبة لإسرائيل في الجليل الأعلى، ألا وهي كريات شمونة. وعلى هذا الأساس إذا ما أخذنا صورة من زاوية أخرى، فهذه الصورة في القمر الصناعي تتطابق تماما مع العديد من اللقطات التي ظهرت من نفس هذه المنطقة. ستلاحظ كيف أن النار تشتعل وتتجه باتجاه كريات شمونة كما نلاحظ. هذه صورة أخرى أيضا لنفس المنطقة، وكانت هنالك لقطات مصورة كيف أن النار تنزل أو تهبط أو تتجه باتجاه المنازل الموجودة في هذه المنطقة. القناة الرابعة عشرة العبرية كانت قد صورت كيف أن النيران تأتي باتجاه المنازل هنا، وهذه لها تداعيات ليست بالعادية على المستوى الأمني بالنسبة لإسرائيل مع احتدام هذه الجبهة ومع التصعيد الكبير المستمر في هذه المنطقة. كما هو معروف فأن حزب الله اللبناني موجود في كل هذه الاتجاهات التي نراها، ويجب أن لا ننسى أيضا الفصائل المسلحة
المقربة من إيران الموجودة في سوريا، وبطبيعة الحال إسرائيل موجودة باتجاه مرتفعات الجولان وكذلك الجليل الأعلى. المشكلة هنا إذا إسرائيل بدأت بعملية برية باتجاه حزب الله اللبناني، فإنهم الآن أصبحوا على يقين أن حزب الله من الممكن أن يستخدم ترسانته الصاروخية الهائلة للغاية ليمطر هذه المنطقة بأكملها الجليل الأعلى بالصواريخ، وهذه ستشكل مثل المظلة الصاروخية على الجيش الإسرائيلي، وستشاغل فيها المنظومات الدفاعية الخاصة بإسرائيل، وكذلك أنها ستحقق أيضا حرائقا باتجاه الأحراش التي نراها، وهذا هو الذي سيتسبب بمحاصرة الجنود الإسرائيليين، لن يتمكنوا من الحركة، ستكون حركتهم مقيدة تحديدا في هذه المنطقة. وهنا تأتي قوات مهمة مثل قوات الرضوان، قوات النخبة في حزب الله اللبناني، لتستغل هذه المنطقة المرتفعة التي نراها هنا، ليقوموا بالتقدم على سبيل المثال باتجاه هذه المنطقة المرتفعة. لماذا؟ لأن هذه المنطقة المرتفعة تعطي حزب الله اللبناني السيطرة النارية تماما على هذه المنطقة بأكملها. وطبعا حزب الله لن يترك مرتفعات الجولان، هو والفصائل المسلحة المقربة من إيران، لوضع الجيش الإسرائيلي تحت الضغط في هذه المرتفعات، وبالتالي وبهذه الطريقة سيكسب الكثير والكثير من الوقت، ومن الممكن أن تؤدي إلى استنزاف بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأن الهجوم خير وسيلة للدفاع في حالة تعرضهم لعملية عسكرية مباشرة كما تهدد إسرائيل دائما. كذلك أن هذه العملية ممكن أن تأتي باتجاه آخر، وهذا الاتجاه قد يكون مؤلم بشكل أكبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وذلك بسبب أن من الممكن لقوات الرضوان أن تحقق عملية اختراق كما حدث في 7 أكتوبر على العمق الإسرائيلي، ورأينا بأن هذا الأمر ممكنا أن يصلوا إلى مرتفعات الجولان مع استهدافهم المستمر لهذه المنطقة بالحرائق بوابل الصواريخ وغيرها، وبالتالي سيكون هنالك عمق لقوات الرضوان طبعا بكل تأكيد من حزب الله اللبناني، مساندة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا المتمثلة بلواء الإمام الحسين والذي يطلق عليه أيضا بحزب الله السوري، وكذلك أن تتقدم قوات الرضوان باتجاه هذه المرتفعات، وبالتالي ستكون مرتفعات أو الجليل الأعلى سيكون محاصرا من مرتفعات الجولان ومن هذه المرتفعات التي نتحدث عنها، وبالتالي سيكسب حزب الله اللبناني الكثير والكثير من الوقت، ولن تكون ضربة سهلة على الجانب الإسرائيلي. وإسرائيل في طبيعة الحال في نهاية المطاف هي تمتلك القوة الجوية القادرة على تغيير هذه المعادلة وصدها، ومن ثم القيام بعملياتهم العسكرية، لكن لن يكون هذا السيناريو سهلا أبدا. كذلك هنالك أبعاد أخرى لابد من الانتباه لها، وهي الأبعاد الإنسانية بالنسبة لإسرائيل، وكذلك الأبعاد الاقتصادية. ما جرى لم يكن أبدا عاديا اليوم صباح هذا اليوم، لأن هذه الحرائق بهذا الشكل على الشمال الإسرائيلي هي ببساطة كما ظهر بالإعلام اليوم أن الشمال الإسرائيلي يحترق بالكامل، رغم أن إسرائيل بعد ساعات من مواجهة هذه الحرائق تمكنوا من إطفائها، إلا أن الشمال الإسرائيلي بدأ وكأنه يشتعل، وهذا يجعل المواطنين الإسرائيليين غير قادرين ولن يفكروا أبدا بالعودة لهذه المنطقة، لأن هذه المنطقة أصبحت خطرة وممكن للنيران أن تلتهم المنازل الخاصة بالإسرائيليين في مستوطناتهم، وهذه المنطقة أصبحت غير آمنة أبدا، وكذلك تسببت ومثل هذه العمليات تتسبب بالخسائر المادية الكبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس بدأ العناصر الوزراء المهمة والعناصر المسؤولة في حكومة بنيامين نتنياهو، تحديدا نتحدث عن بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم صباح هذا اليوم كان متواجدا في شمال إسرائيل وقال لقد حان الوقت للجيش الإسرائيلي لتدمير حزب الله، هذا كل شيء حان وقت الحرب. لا بل إن تقريرا مثيرا للغاية صدر من صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني، وكذلك نقلت التفاصيل أيضا وكالة الأناضول التركية، والتي أكدت من خلالها بأن بريطانيا أبلغت لبنان بأن إسرائيل تخطط لهجوم كبير منتصف هذا الشهر، منتصف شهر يونيو تحديدا، بأن إسرائيل ستقوم بعملية كبيرة على لبنان، وأن على لبنان
أن توفر ما هو لازم من احتياطات لكي تستعد لهذه الحرب، ولم تحدد بريطانيا طبيعة الهجوم الإسرائيلي، ولم تعرف ما مدى توسع هذا الهجوم وما الذي تخطط له إسرائيل بالضبط. ويبدو بأن الأيام القليلة القادمة ستكون صعبة للغاية على حزب الله اللبناني، خاصة وأن إسرائيل الآن تتعرض للهجوم بشكل منسق وبشكل منظم. التصعيد من حزب الله اللبناني لا يأتي وحيدا، هو يأتي مع هجمات من الفصائل العراقية على العمق الإسرائيلي على إيلات، كذلك جماعة الحوثي مستمرة بهجماتها، واليوم قامت بتدشين أمس صاروخا أطلقوا عليه صاروخ فلسطيني، صاروخ باليستي وصل إلى إيلات ولكن إسرائيل تصدت له. مع ذلك يوضح أن جماعة الحوثي أيضا تصعد بشكل كبير 6 إلى 7 عمليات في اليوم الواحد، وبدأت الهجمات المباشرة تعود لجماعة الحوثي في هذه المنطقة. التصعيد يأتي من كل اتجاه حتى من الفصائل في سوريا التي نوعا ما لا تحقق الكثير من الهجمات مقارنة بكل الأطراف التي نتحدث عنها، لكن هنالك قوس كبير من الهجمات كما نلاحظ تجاه هذه المنطقة، وكذلك أن هنالك ضغط أمريكي مستمر على بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمدينة رفح، وأيضا أن المعارضة تضغط على بنيامين نتنياهو في العديد من المسائل فيما يتعلق بالشمال الإسرائيلي وكذلك فيما يتعلق بقطاع غزة ومدينة رفح. وهذا الهجوم وهذا التوسع بهذه الهجمات يأتي مدروسا للغاية، لأن الأمور لم تنتهي بعد في مدينة رفح. بحسب آخر تحديث قد صدر من غازا وور يونيت تراكر، كان قد أوضح أن الخارطة الجديدة للتقدم الإسرائيلي في مدينة رفح يبدو بهذا الشكل. وإذا ما دققنا بهذه المنطقة ستلاحظ بأن هذا الشارع وهو شارع العروبة قد انسحبت منه إسرائيل، كانت إسرائيل متواجدة في هذه المنطقة وكانت أيضا متقدمة على الجناح في هذه المنطقة، ولكن المثير أن القوات الإسرائيلية الآن قد انسحبت إلى شارع صلاح الدين، وذلك يعود إلى سبب مهم، بسبب أن اللواء 12 الاحتياطي جاء ليستبدل من؟ لواء جعفاتي، اللواء 84، لواء المشاة الذي كان يدير هذه المنطقة ويسيطر عليها. والألوية الاحتياطية عادة تسيطر على المناطق الأقل زخما، أقل مساحة من الأرض تقوم بالسيطرة عليها، وهي عادة تعمل على مسك الأرض. لواء جعفاتي ببساطة جعل هذا اللواء الاحتياطي أن يمسك هذه الأرض وقام بتغيير موقعه تماما وانتقل إلى هذه المنطقة التي ترونها هنا إلى وسط مدينة رفح لكي يحاول التقدم من محور فيلادلفيا. كذلك نلاحظ أن لواء نحال أيضا أصبح موجودا باتجاه تل السلطان وبدأ يحاول التقدم بهذه الاتجاهات وبهذه المناطق، والعمل مستمر من قبل الجانب الإسرائيلي. لكن أيضا هي توضح أن الفصائل الفلسطينية قد نجحت في نهاية المطاف في فرض نفسها في هذه المنطقة، وأنها لا زالت تسيطر على هذه المناطق مع حرب الأنفاق التي فعلا أدت إلى خسائر بين القوات الإسرائيلية. كذلك أن المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل مقارنة بما تسيطر عليه حركة حماس في مدينة رفح بشكل عام، ستلاحظ أن النسبة مثيرة للاهتمام بالنسبة لإسرائيل. على الرغم من أنها تقدمت بكل هذه المناطق التي نراها في محور فيلادلفيا وسيطرت ناريا على ما تبقى من هذا المحور باتجاه البحر المتوسط، وهو يصل إلى 2.5 كيلومترا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ستلاحظ وخاصة بحسب غازا وور يونيت تراكر أكد أن السيطرة الإسرائيلية الآن عبارة عن 20% من مدينة رفح، وأن 4.4% هي المنطقة الرمادية لا يسيطر عليها أي طرف، لا تسيطر عليها إسرائيل ولا تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية المتمثلة بحركة حماس، بينما حركة حماس تسيطر على أكثر من 75% من مدينة رفح. بالتالي لا زال هنالك قدرة على التفاوض، قدرة على الضغط، والضغط القادم من الفصائل من كل مكان مع اقترابنا مع الانتخابات أو من الانتخابات الأمريكية، ورغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تحقيق اتفاق، رغبة قطرية، رغبة مصرية، رغبة من المنطقة بشكل عام أن يكون هنالك اتفاقا، يبدو أن هذا الضغط مدروس وممنهج على إسرائيل، وقد يدفع إسرائيل في نهاية المطاف أن تفعل فعلا شيئا تجاه حزب الله اللبناني.